اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، وشرفني ومنورني واحد من نجوم النادي الاهلي منتخب مصر، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان واحد من الناس اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي، وبالتالي هو مش حد غريب على قناه النادي الاهلي. بيسعدني ان يكون معايا كابتن النادي الاهلي الكابتن هشام حنفي. كابتن هشام ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، وتحياتي ليك، واكيد بتشرف دايما دايما بوجودي في قناه الاهلي، بيتي، وبتشرف معاك اكيد، ومتالق دايما، وان شاء الله اكون ناجح في كل حاجه يا عمر ان شاء الله. بلا خليك طبعا ببارك لحضرتك على المنصب الجديد، نائب رئيس قطاع الناشئين، يعني اول مره نكون مع بعض في قناه الاهلي، وبالتالي لازم ابارك لحضرتك. لكن قبل ما نتكلم على قطاع الناشئين وعلى ملف الناشئين، اكيد طبعا حضرتك تابعت مباراه امس نادي الاهلي وبيراميدز، واللي انتهت بفوز بيراميدز 2-1. في البدايه عايز اعرف راي حضرتك بشكل عام على المباراه، وازاي بقى الفتره اللي جايه النادي الاهلي يتعامل معاها، بدايه في الدوري ان شاء الله يوم 8 مع سموحه يوم الثلاث، وكمان مباراه افريقيا، لكن المباراه بشكل عام حضرتك شفتها ازاي؟ اكيد حزين يعني، طبعا اكيد زي كل الاهلاويه وكل اللعيبه وكل النجوم اللي مثلت في النادي الاهلي، زعلان جدا جدا، لان انت في النهايه انت بتلعب على بطوله وبتنافس على بطوله، انت بتحاول دايما انك تحقق البطوله، ما بتبقاش مجرد ان انت بتلعب ماتشات وبتكسب وبتوصل لاخر المراحل، اللي هي بقى سواء بقى خدت دوري ما خدتش دوري، المرحله الثانيه الثالثه اللي هو يبقى ثاني الدوري ثالث الدوري رابع الدوري، لا انت عندك هدف واحد بس، هو النادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله وازاي يحافظ على البطوله. فامبارح طبعا اكيد حزين، لان انت في النهايه انت بتخسر ماتشات مؤجله بالنسبه لك، الماتشات دي كلها المفروض المباراة دي كلها بتنقلك نقلة تانية نحو المنافسة على الدوري. النادي الاهلي طبعا مضغوط، غير الماتشات غير الفرقة التانية، الفرقة التانية كانت بتلعب ماتش بماتشه، وفي فرقة كانت أقل من النادي الاهلي خالص، حتى لو هنتكلم على قوام الفرق والفرقة كلها متقلة نفسها السنة دي، لكن في النهاية كل واحد بيلعب ماتش بماتشه يعني، وعبال ما يلعب الماتش التاني بيبقى أربع خمس أيام، فبيبقى في فرصة إن يشم نفسه. النهاردة النادي الاهلي اتحط ضغط تحت ضغط كبير جدا، لأن هو كمل في افريقيا، في يعني مثلا نادي الزمالك ما كانش مشارك في افريقيا يعني، وخرج من بدري، ما كانش عنده اي مشاركات تانية يعني، يمكن بطوله عربيه وكان كل فين وفين، ولما شارك حتى في البطوله العربيه هو خرج هو كمان من بطوله. النادي الاهلي اتحط تحت ضغط ان هو كمل المشوار، كمل لغايه فتره كبيره جدا جدا جدا، وصل فاينل، ومع الفاينل كان عندك غيابات بشكل كبير جدا وعندك انذارات، فبقى عندك لعيبه كتيره مش موجوده في الفرقه، هي دي اللي اثرت عليك في الناحيه الافريقيه او في البطوله الافريقيه، اكيد ليها اثر. مفيش حد بيقول لك ان احنا خلاص نقفل الصفحه دي ونفكر في الصفحه الثانيه، لا، ما هو ده بيبقى ليه تتابع، ليه اثر طبعا، اكيد نفسي ومعنوي وبدني، وفي لعيبه غايبه، فكل ده بيأثر عليك في البطولات، لان انت مش بتخرج من بطوله فبتاخد فتره نقاهه مثلا شهر، لا ده انت بتلعب ماتش فاينل في افريقيا في ترجي، بترجع كابتن عمر بتلاقي نفسك على طول بعد 3 ايام بتلعب ماتشاتك كلها المؤجله، فبقيت محطوط تحت ضغط انك قدام جماهيرك، قدام شخصيه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي اللي عايز على طول يحافظ على البطوله، وانك لازم تكسب كل الماتشات اللي جايه، فدي اثرت بشكل كبير يا عمر.